قول يا جنونة حبيبتي. يلا محمود اسمعي. اه اسمعي يا اخوي. في حياتي كنت اظن اني انا خلاص يعني وصلت لمرحله ساحرم. اه نعم. يعني عشت حياتي في فتره من حياتي في الاردن، وكان في عملي كنت اعمل في عملي في الاعلام وفي الصحافه وكذا، لكن كان في يعني شغلي حياتي كانت ماخذه كل تفكيري القدس والمسجد الاقصى، وكنا نشتغل اشياء كثير. فالمهم بعد سنوات خلاص اجى القرار انه انت لازم تطلعي. نعم. يعني خلاص لازم تتركي في خطر. نعم. لا الاردن صرنا مؤذين. نعم. ف لما انا طلعت كانت الوضع شكل الظاهر انه خلص يعني لن يعني خلص يعني اخر عهد لي في العمل لخدمة القدس كان في الاردن، خلص ما في مجال. فجينا لخطر وكانت خلاص يعني انه يعني صح انا اشتغلت احسن مكان كل الاعلاميين بيتمنوا يشتغلوا فيه وكذا، بس في بقلبي حزن يعني يعني ما كان في زيه. نعم. ما شعرت فيه لانه نعم. خلاص يعني انا انقطعت نهائي. نعم. ما مر يمكن خمس ست شهور سبع شهور وانا يعني بدعاء وكذا بحكي يا رب معقول انا خلاص يعني خلاص انا ما راح ارجع اشوف لا يعني ما راح اشتغل شيء للقدس، ما راح احكي كلمة القدس والمسجد الأقصى، خلاص ما رح تختفي فجأة. ولا بيجيني مكالمة من تركيا وكانت لسه على بداية أول سنة من سنوات لما في تركيا بدأت كانت بداية الحركة يعني صحوة أردوغان وكذا وصار يهتم في القدس بلشوا يهتموا فبتصلوا علي أتراك يعني شوف انا عمري ما تواصلت مع الاتراك سبحان الله ابدا وانا يعني طول حياتي يعني اصلا ما في لغه للتواصل يعني نعم فبتصلوا علي شباب اتراك بيحكوا لغه عربيه شويه مكسر بيحكوا لي احنا بدنا نعمل مؤسسات للقدس بس دورنا قالوا لنا انه انت موجوده في قطر فبتقدر انت ما يعني طبعا انا يعني خلاص يعني ما عمري ابدا احنا هنستخدمك يعني من احب الله عبدا استعملك هتستعملي نصرة القدس يعني هتستعملي نصرة القدس انا جيت على قطر كنت خلاص جيت للسجن انا يعني هذا كان بالنسبه لي سجن نعم يعني ف وشاء رب العالمين انه تفتح مش مؤسسه واحده 10 مؤسسات يا الله انا لحد اليوم مش يعني صح الموضوع مر عليه سنين بس كانه امبارح ما شاء الله كل يوم كانه امبارح يعني ما حسيتي بايه يا جولنار انا حسيت عن جد كانه الله بيحكي لي تعالي انت يعني انا تركت انا طلعت وعلى اساس انه خلص ابدا ما راح ارجع للموضوع يعني ما لكن احساس ان هو فعل ربنا تعالي انت ما زلت لك دور في يعني وخلص صرت احكي يعني انا خلص بدي اعيش بس اكل واشرب واشغل وارجع على البيت بس خلاص هيك نعم سبحان الله يعني الحمد لله الله يتقبل هذه من كرم من الطاف رب العالمين يعني لما جيت في ذهني وانت بتحكي اذا حب الله عبدا نستعمله وانت تقولي ان ربنا تعالي حلو المعنى